كمان معانا امبارح فتره فرحه بالامس فريق 2000 اللي فاز ببطوله منطقه القاهره تحت قياده المدير الفني الكابتن امين عرابي. وبالمناسبه دي تاني بطوله بنحصدها رسميا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. الفرحه الاولى كانت فريق تحت 17 سنه 2001 اللي النهارده بنذيعوا له مباراه الاهلي والزمالك. امبارح كمان فريق 2000 اللي بيلعب بطوله منطقه القاهره بياخد ايضا البطوله قبل انتهاء البطوله باربع مباريات. نروح نشوف فرحه فريق 2000 ويا رب يبقى هذا العام فرحه لكل الاهلاويه. سلم بعد تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجة ان النادي الاهلي المصري بقى رقم واحد العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 اجيال بتسلم بعد تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجة ان النادي الاهلي المصري بقى رقم واحد العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 اهلي 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 والاهلي تملي الفوق بيفوق الكل في اي تحدي في الاول دايما سابق وزرع فينا قيم ومبادئ وازاي في العاد منصور ونلاقي النور ونقوم ونعدي من اول يوم في الاهلي لحد اللحظه دي كله بيدي والاهلي تملي الفوق بيفوق الكل في اي تحدي في الاول دايما سابق وزرع فينا قيم ومبادئ وازاي في العاد منصور ونلاقي النور ونقوم ونعدي طبعا الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وكمان الكابتن امين عرابي المدير الفني لفريق 2000 وكل الجهاز الفني لفريق 2000 على هذا التتويج وكمان اخذوا البطوله قبل انتهاء البطوله باربع مباريات.